السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك إشعار بكل جديد، واتنين اعمل لايك وشير الفيديو ده. وأنا خبر الجديد عن النادي الأهلي وآخر استعدادات للنادي الأهلي للقاء الرجاء البيضاوي المغربي اللي هيكون بكرة إن شاء الله الساعة 12 مساء بتوقيت القاهرة. والخبر ده بيتكلم عن بيتسو موسيماني وعلي معلول، حيث يرفض الجنوب الافريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي الدفع بالدوري التونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق امام الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا، حيث يستعد الفريق الاول للنادي الاهلي لمواجهه نظيره الرجاء المغربي ضمن منافسات اياب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. وجاء تفكير موسيماني بعدم الدفع بعلي معلول امام الرجاء لحاجته لمزيد من الوقت لاستكمال التاهيل من الاصابه التي تعرض لها في العضله الامام في العضله الضمه. ولكن أبدى علي معلول رغبته في المشاركة أمام الرجاء المغربي للمساهمة مع زملائه في حسم التأهل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وتبقى موقف النهائي من بيتسو موسيماني، إما بإبقاء علي معلول على الدكة أو إشراكه بصفة أساسية في مباراة غد. كما أنه تم الاتفاق ما بين النادي الأهلي والرجاء على أن مباراة الغد لن تمتد إلى أشواط إضافية، ولكن في حالة التعادل 3-3 سيتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة وعدم لعب أي أشواط إضافية في مباراة الغد. أما عن التشكيل المتوقع لمباراة بكرة فهيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وبنسبة كبيرة هيكون علي معلول لو ما كانش موجود هيكون موجود أيمن أشرف. ويكون في تأمين في نص الملعب بحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وقدام محمد شريف وبرسيتاو وأحمد عبد القادر يقود الهجوم. النادي الأهلي اللي هيحتاج إن هو يخطف هدف مبكر بكرة إن شاء الله علشان يقدر يضمن المباراة تكون في صالحه بقية اللقاء. كل تمنياتنا بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله في مباراة بكرة، ويقدر يتغلب على الرجاء ويصعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إن شاء الله. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة. سلام.